السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على كيك اللي بحال هكا كنفرحوا به الوليدات وكنفرحوا به حتى الكبار مرة مرة، علاش لا؟ وكيجي ساهل. هنا غادي نبدا معكم المقادير، وقبل ما نبدا المقادير ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك للقناة وديروا لايك للفيديو. بسم الله. هنا غادي عندي واحد خمسة الحبات ديال البيض، يعني كنهرسوا هاد الخمسة البيضات كنوجدوهم صافي. وغادي نجيب الضراب الكهربائي وغادي ندير هنا كاس الى ربع، كندير واحد القبصة الملح تحسين الذوق صافي. وكنطلع البيض ديالنا، نتوما الا ما كاينش ضرب كهربائي راه كيطلب منك راه غير 5 دقائق راه كيطلع بالضرب اليدوي. صافي كنستمر عليه حتى كيميل داك البيض كيميل البيوضه، ما تيبقاش عاطي اللون الاصفر ديالو وتيبدا يطلع. غادي ندير كاس الى ربع ديال الزيت، انا كنعبر هكا بالكاس صافي. غادي نجيب واحد المعلقه ديال الفاني سائل، نتوما الى ما عندكمش سائل ديروا الساشيه ديال الفاني. وغادي نستمر عليها كندلكها صافي حتى كيطلع لينا البيض ديالنا، يعني نتوما شفتوا معايا ما بقاش البيض صفر يعني راه تدلك مزيان. غادي نجيب هنايا واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، يعني كاس ديال الحليب كنحيد منه داك شويه وكندوب فيه القهوه عاد باش كنخويها. كنحيد هنا الباطور صافي، كنخدم غير بهاد السباتولا. كندير هنايا، انا كندير هنايا 300 غرام ديال الدقيق، كندير فيه 2 معالق ديال الكاكاو اللي فات غربلتهم، وكندير هنا جوج اكياس ديال الخميره الحلويات من حجم 8 غرام يعني 16 غرام. هنا الكاكاو اللي كندير الكاكاو المر صافي. وغادي نبدا كنجي من الاسفل الاعلى بحال هكا باش ما يطيحش لينا البيض ديالنا. كنبقى كنخوي الطحين بالتدريج. انا هنا بعد ما خويت الطحين هزت معايا 250 غرام، يعني شربت لي 50 غرام ديال الطحين صافي. غادي نجيب واحد اللاطه، يعني انا عندي هنايا الحلوه كبيره شويه هاد الكيك، وكنجيب كندير فيها داك المول اللي كيتزاد ويتنقص، كنفرش هكا ورق الزبده تنخويها مباشره. بعد ما خويتها في هذه غادي هكا نخبطها مزيان صافي، وكندخلها الفرن على درجه الحراره 160 عفوا، كنخليها طيب. كنجي نوجد الكراميل ديالنا، انا هنا درت 2 كيسان ما عامرينش ديال الكراميل ديال السكر سنيده عفوا، وكنشعل عليه وكنخلي عليه شويه العافيه مهيله. صافي غادي ندلكم مزيان بحال هكا، انا هو كيطيب وانا كنحرك ما كنبعدوش عليه باش ما يتحرقش، لان خصنا نكونوا حداه. كنستمروا بحال هكا في، وكنأكد العافيه كتكون مهيله ما كتكونش العافيه مجهده. صافي هو بدا كيدوب، كندلكم مزيان بحال هكا، انا تبعت معكم الخطوات. الكراميل ديالنا بدا كيدوب، واخا كيبان لكم هكا كيتحجر راه كيدوب.
هو هنا داب، غادي نجيب نص كاس ديال الحليب وغادي نخويه بحال هكا في الكراميل. واخا راه كيبدا يتحجر راه كنبقاو نحركو حتى كيرجع ليه كيدوب. وغادي نجيب واحد العلبه ديال الياغورت من حجم 110 غرام صافي. وكنزيد ندلكو مزيان باش ما كيبقاوش هذوك التكتلات وما كيبقاش مطوب وسط الكراميل. كنستمروا عليه بحال هكا حتى كيذوب مزيان والعافيه مهيله. صافي ها هو وجد معانا. صافي غادي نحطو على جنب حتى يبرد، غادي نخرجوا اللاطه ديالنا بعد ما بدات كتبرد شويه. هنا انا عندي اللاطه بدات كتبرد، انا جبت الحليب هكا دافي وكنسقيها واحد نص كاس ديال الحليب. وهاد الكيكه كنقول لكم بان تشعلوا عليها الفران غير من التحت كتخليوه راك صافي، راه حيت هي رقيقه راه كطيب. صافي كنسقيو مزيان حتى كيشرب هاد الحليبه. صافي غادي نديرها في الثلاجه نوجدها، وغادي نجي نوجد الكريم شونتي ديالنا. هنا انا ما عنديش القشده الطريه، انا غادي ندير كريم شونتي. عندي علبه وعندي ربعه ديال الحليب اللي كان عندنا في الفريغو، كنبردوه مزيان صافي. وكنخوي فيه هاد الساشيه ديال كريم شونتي وكنطلعها مزيان. وهي اللي بغيتوها تطلع معكم دغيا توجد، خصها يكون الحليب بارد، بدا كيطوب بدا كيتلج، راه دغيا كطلع. هي طلعات صافي، حنا وجدناها نتوما شفتو معايا. صافي ما كتبقاش تخوى، ما كيبقاش فيها كاع الحليب. غادي نجبد اللاطه ديالنا، غادي نخليها في المول بحال هكا، وغادي نبدا نحط هاد الكريم. كنوزعو هكا فوق اللاطه فوق الحلوه. صافي غادي نبدا بحال هكا نقادو، غادي نجيب معلقه باش نقادو مزيان. بعد ما قديتو بحال هكا غادي نجيب شويه ديال اللوز عندي هنايا هرستو قطعتو غير بالموس، وشويه ديال التمر. نتوما كديروا الفواكه الجافه اللي عندكم. حنا التمر هكا معسل كنعاود نحاول باش نحلو. صدقوني راه كتجي بنينه وكتعجب الوليدات وكتعجب حتى الكبار. بحال هكا ما فيها باس، مره نديروا لهم بحال هكا هاد الحلويات لان كيعجبوهم. صافي غادي نجيب الكراميل ديالنا بعد ما برد، وغادي نبدا نوزعو بحال هكا. نستعمر عليه بحال هكا كنوزعو، كنعمر شويه القناه. وغادي نجيب واحد الكيردو بحال هكا وكنبدا ندور بحال هكا باش كيتخلط لينا شويه هاد لاكريم مع الكراميل، وكيعطي واحد اللون زوين وكيعطي واحد المنظر. صافي وغادي ندخلوها للثلاجه بحال هكا، كنحطوها في الثلاجه كنخليوها واحد 15 دقيقه او 20 دقيقه حتى كتجمع راسها، عاد باش كنحيدوها من اللاطه. وكنجيبوها هكا كنحطوها في طبق التقديم، كنزينوها بهاد الكراميل اللي بقى معانا. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا للجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.